بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول الأخ: مع قولنا إن المجتهد المطلق مثل الأئمة الأربعة، هؤلاء وضعوا قواعد استنباطهم وأصول استخراجهم للأحكام بأنفسهم، مع أنهم إنما أخذوها من التابعين، والتابعون أخذوها من الصحابة رضوان الله عليهم، أفلا يكون هؤلاء الأئمة كالأربعة أيضا مجتهدي مذهب أو منتسبين أو ما أشبه؟ ليس هذا هو المقصود. المقصود أنهم نظروا إلى النصوص الشرعية، ونظروا أيضا إلى تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم، واستطاعوا أن يستنتجوا من خلال تلك التصرفات قواعد يجتهدون على ضوئها. أما النصوص الشرعية، نظروا إلى المطلقات والمقيدات، ونظروا إلى الناسخ والمنسوخ، فعلموا أن الحكم المتأخر ينسخ المتقدم مثلا، فدونوا ذلك. إذن هو باستنباطه وبنظره وبتأمله وضع ذلك، وليس أنه ذهب إلى إمام آخر مثله وسأله عن هذا فقال له: أن أفعل هكذا، أنت أيضا افعل، فقال أيضا أفعل هكذا. لا، وإنما هم نظروا إلى الأدلة بأنفسهم حتى توصلوا إلى هذا. وكما أشرنا في الشرح، لا يمتنع أن يتفقوا على نوع معين من الاستنباط، فيتفقون جميعا على أن الناسخ هو المتأخر، وما شكل ذلك من قواعد اتفقوا عليها. وكذلك في أقوال الصحابة، بعضهم قد يقول: أنا أحتج بقول الصحابي، والآخر يقول: لا، أنا لا أحتج بقول الصحابي. إذن كل واحد منهما له اعتماده، يقول: أنا بناء على المنهج الذي أبني به الأحكام على الأدلة لا أستند إلى أقوال الصحابة إذا كانوا مختلفين. وآخر يقول: أنا إذا اختلف الصحابة فأستند إلى قول واحد منهم، أو هذا النوع أو هذا الجيل من الصحابة أن أعتمد قولهم وأقدم قولهم على غيرهم. فيقول مثلا: الخلفاء الأربعة إذا قالوا بقول فأنا أقدم قولهم على قول غيرهم، فيكون هذا أصلا له في استنباط الأحكام، وهكذا. إذن فهم ينظرون إلى تصرفات الصحابة رضوان الله عليهم، فيستنتجون منها قواعد يبنون عليها أحكامهم. وتقدم معنا اختلافهم في قول الصحابي: رأي الصحابي على الأصحابي لا يكون حجة بوفق من خلا، في غيره ثالثها إن انتشر، وما مخالف له قط ظهر. إذن هذه مسائل اختلفوا فيها، فرأى هؤلاء هكذا وآخرون رأوا بخلاف ذلك، فكل يأخذ بما يتوقع أنه هو الأصوب والأصح في الاستنباط. عمل أهل المدينة هل يحتج به أو لا يحتج به؟ رأى الإمام مالك رحمه الله أنه يستند إلى أقوال أهل المدينة وإلى ما اتفقوا عليه من أعمال، فهو كان عائشا بينهم. ربما قال آخر: لا، أنا لا أستند إلى ذلك. فالمقصود أن هؤلاء نظروا إلى الأدلة ونظروا إلى الصحابة رضوان الله عليهم، فاستطاعوا أن يلخصوا بعض القواعد التي يبنون عليها أحكامهم. هذا هو المقصود، وليس المقصود أنهم اخترعوا هذه الأمور لأنفسهم ولم يستندوا إلى أي شيء لتأسيس هذه القواعد، بل القواعد الشرعية والأصول الشرعية للاستنباط لابد أن تستند إلى أدلة، فهذه الأدلة هي التي مكنتهم وخولتهم لوضع هذه القواعد حسب فهم القاصية، والله تعالى أعلم. أما السؤال الثاني، هل يمكن أن يكون قول النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه لابن عباس رضي الله عنهما: اللهم فقهه في الدين، هل يمكن أن نستدل بهذا الدعاء
قال فقهه في الدين على تجزئ الاجتهاد. لا أرى ذلك، لأن الفقه هنا لم يقل اللهم فقهه في بعض الدين، وإنما قال فقهه في الدين، وهذا يشمل جميع ما هو دين ويشمل جميع المسائل الفقهية. إلا أننا إذا نظرنا إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم أعلمكم بالحلال والحرام فلان، فهنا يمكن أن نقول الاجتهاد يتجزأ، لأنه ذكر أن هذا أعلم الصحابة في هذا المجال أو في هذه الجزئية، إذن هو مجتهد فيها، وربما يكون غيره أعلم منه في جزئية أخرى، إذن مثل ذلك يدل على تجزؤ. أما دعاؤه لابن عباس رضي الله عنهما فلا يظهر لي فيه أصل أي دليل للقول بتجزؤ الاجتهاد، والله تعالى أعلم. السؤال الثالث حول النداء. إذا قيل بأن الاجتهاد في العبادات زمن النبي صلى الله عليه وسلم، أو النبي صلى الله عليه وسلم نفسه يجتهد، هكذا تقصد أنه نفسه هل يجتهد في العبادات وأنه اجتهد في الأذان، ألا يدل ذلك على أنه له أن يجتهد أيضا في الأمور الدينية، لأن الأذان من الدين وهو من الأمور التعبدية؟ لا يظهر لذلك ذلك أن الأذان لم يكن أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء بعينه، لم يكن هناك شيء يسمى أذانا متعبدا به، وإنما فقط أرادوا أن يأتوا إلى شيء يعلمهم بدخول وقت الصلاة. فالآن كانوا ينظرون ما الذي نتخذه علما وعلامة وأمارة على دخول وقت الصلاة، فهنا كانوا ينظرون، هؤلاء يقترحون الجرس وهؤلاء يقترحون النار وهكذا، لأن فكانت هناك اقتراحات، لم يكن هناك أذان حتى نقول أذان كان يستشيرهم في صيغة الأذان، أنت ماذا تقول في صيغة الأذان، الله أكبر أو الله كبير، وأنت ماذا تقول، لم يكن يستشيرهم في هذه الصيغ، ولم يكن هناك أذان. ثم لما رأى هؤلاء الصحابة الأذان في منامهم واعتمد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، من هنا صار الأذان متعبدا به، أما قبل ذلك فلم يكن هناك أذان يتعبد به. فلا يظهر لي أن هناك قولا أو أن ذلك يدل على القول بجواز اجتهاده في الأمور التعبدية، لأن الأذان لم يكن موجودا أصلا حتى نقول إنه شاورهم في الأذان، بل لما تواطأت رؤاهم على هذه الصيغة أو على الأذان اعتمده، ومن حينئذ صار الأذان تعبديا، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر على الخطأ كما تقدم، والله تعالى أعلم. نعم، ذكر هنا مثالا، وأن هناك صحابيا تيمم في عصر النبي صلى الله عليه وسلم، ولما سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن التيمم استدل الصحابي بآية ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة، فأقره على اجتهاده. كيف يرد المانعون على مثل هذا؟ لا أدري، بل هذا إذا صحت القصة كذلك بناء أيضا على القصص الأخرى التي أوردناها في الشرح، فهذا كله يدل على أن غير النبي صلى الله عليه وسلم قد يجتهد في عصره، لكن يبقى التفصيل، هل ذلك لكل أحد أو لابد من أن يكون بإذن من النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان حاضرا معه أو للغائب فقط، فيكون على التفصيل. أما الذين يمنعون فنقول هذه الأدلة حجج عليكم، والله تعالى. نقرأ أبيات الدرس القادم بإذن الله. يقول الناظم رحمه الله: والحكم من مجتهد كيف وقع دون شذوذ نقضه قد امتنع، إلا إذا النص أو الإجماع أو قاعدة خالف فيها ما رأوا، أو اجتهاده أبي القيس الجلي على الأصح أو بغير المعتلي،
حكم في مذهبه وإن وصل لرتبة الترجيح فالنقد حظل. وقدم الضعيف إن جرى العمل به لأجل سبب قد اتصل. وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم؟ وهل يقيس ذو الأصول إن عدم نص إمامه الذي له لزم مع التزام ما له أو مطلقا؟ وبعضهم بنصه تعلقا وبعضهم بنصه تعلقا. ولم يضمن ذو اجتهاد ضيعا إن يكلا لقاطع قد رجعا إلا فهل يضمن أو لا يضمن إن لم يكن منه تول بين. وإن يكن منتصبا فالنظر ذاك بفاق عند من يحرر. فصل في التقليد في الفروع. قال رحمه الله: هو التزام مذهب الغير بلا علم دليله الذي تأصلا يلزم غير ذي اجتهاد مطلق، فليس يعدوها على المحقق. وهو للمجتهدين يمتنع لنظر قد رزقوه متسع، وليس في فتواه مفت يتبع إن لم يضف للدين والعلم الورع. من لم يكن بالعلم والعدل اشتهر أو حصل القطع فالاستفتن حضر.